حتى لا يشم حمدوك شطه فيعطس. يقول المكاشفي في مقدمة زاويته: حسب التسريبات المتتالية يتأكد تماما أن الدكتور عبد الله حمدوك هو من سيشغل منصب رئيس وزراء الفترة الانتقالية. ومن أكبر وأخطر القضايا التي سيواجهها وش رئيس الوزراء المرتقب هي بلا منازع قضية معاش الناس وتوفير الخدمات الضرورية من كهرباء ومياه ومواصلات ووقود ونقود ودواء ولجم هذا الغلاء المتفاحش والمتصاعد يوما بعد آخر. وبقدر ما ينجح حمدوك وهو الاقتصادي المحنك في تسجيل نجاحات ولو نسبية في هذا الملف الشائك مع استهلالية فترته، فإنه سيكسب التقدير لشخصه ولمن رشحه، ويضمن الهدوء والاستقرار للفترة الانتقالية حتى تمضي لنهايتها بسلام. أما إذا لا قدر الله واجهته متاريس وحاربه المتاعيس فلم يستطع فعل شيء يذكر، فإننا نخشى أن يهزمه السوق بجبروته وسطوته وأساطينه، ويلقى مصير الوزير أبو حريرة في عهد حكومة الصادق المهدي. ويوضح الكاتب أن أبا حريرة بعد أن كد وجد واجتهد لتسهيل وتيسير حياة الناس فيما يليه من اختصاص، ولم يحصد من كل ما بذله سوى السراب، فتقدم باستقالته. وكان تعليق الصادق المهدي على الاستقالة أن أبا حريرة شم شطة في الجو فعطس. ونحن لا نتمنى لحمدوك أن يشم رائحة غير روائح الورد والفل والياسمين على حد تعبيره. يرى المكاشفي أن الناس قد بلغوا أقصى وأقسى درجات الرهق والتعب والنصب من هذه المعاناة التي لا تنقضي، وكانت واحدة من أهم وأبرز محفزات الثورة على النظام البائد، وآن لهم بعد اقتلاع النظام الفاسد أن يتجاوزوا هذه الدوامة المهلكة. وأنه واهم من يظن أن معاش الناس ليس بالأهمية التي تضعه على رأس وصدارة أجندة الحكومة القادمة. يختم المكاشف هذه الزاوية بأن السودانيين اختزلوا علم الاقتصاد كله في جفة الملاح، فعندما تمتلئ جفتهم عافية يكون الاقتصاد عندهم معافى، والعكس صحيح. يلفت إلى أنهم لا يفقهون في أحاديث الساسة والاقتصاديين حول التضخم وعرض النقود والأداء الكلي للاقتصاد. يضيف ختاما: وانطلاقا من هذه الحقائق تبقى مهمة توفير احتياجات المواطنين الضرورية والأساسية وكبح جماح الأسعار وتخفيف وطأة المعيشة أمرا عاجلا، ويستحق إيلاؤه الأهمية الأولى والقصوى.